بدبلوماسية مساء الخير. قمة عربية استثنائية تنعقد في المملكة العربية السعودية الجمعة، تتجه الأنظار إليها بكل تفصيل وتقرير، كيف لا وهي القمة التي تحبس الأنفاس بعودة سوريا إلى مقعدها، وتترقب دخول الوفد السوري ربما بقيادة رئيس البلاد قاعة جمعته مع خصوم الأمس كي لا يقال أعداءه. لحظات تاريخية من عمر المنطقة تحمل في طياتها خلاصة عقد من الحروب التي شوهت شكل العلاقات العربية، وهي درس متاح في علوم السياسة والعلاقات الدولية، وفرصة لإعادة التقييم لكل من راهن على عداوة دائمة أو صداقة دائمة. وها هي لعبة الأمم تتحدث بالفم الملآن عن طي صفحة من الزمن حكمت المنطقة. متغيرات إقليمية وتطورات كبرى ظللها التفاهم السعودي الإيراني، وملفات في طريقها لتحديث اتجاهاتها من سوريا والعراق واليمن، ومن ضمنها لبنان أيضا، العالق بين إمكانية التسلل من دائرة الارتباط بها، وبين التحييد والحياد واندفاع سيادية مطلوبة. هل ينجح الأفرقاء المحليين بلبنانة الاستحقاق الرئاسي وسط هذه التطورات الكبرى، ويكتب تاريخا تغييريا من نوع آخر على طريقتهم، أم أن هذا كله ليس سوى محاولات ستكسرها طلائع التسوية المحضرة للبنان بقوام مجهولة حتى اللحظة؟ ماذا يقول حزب الله عن كل هذه المتغيرات، وما هو مستوى التواصل الخارجي معه، وعند أي مستويات وحدود تلتقي المصالح، وأي ثبات يتحكم بموقفه الرئاسي؟ بدبلوماسية هذه الليلة يسرنا أن نستقبل في القسم الأول مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك. مساء الخيرات. يسعد مساك. شرفتنا طبعا. ملفات كثيرة سيد عمار، طبعا حضرتك نائب سابق أيضا في البرلمان اللبناني. نعم. كي لا ننسى هذا الأمر، في ملفات كثيرة، في تطورات كبيرة، ولكن حزب الله هذه المرة معني كثيرا، في تفاهم سعودي إيراني، في خلينا نقول مظلة راح يتبلور من تحت هذه المظلة شبكة من الحلول والملفات اللي بدنا نشوف لما بدها توصل. ما راح بلش بالملفات هلأ، راح بلش ب هل بدأ التواصل مع حزب الله إقليميا خليجيا سعوديا؟ يعني بداية بدي أقول أنه الاتفاق الإيراني السعودي خلق مظلة واسعة يعني في المنطقة، ألقت أو أرخت بظلالها على يعني فينا نقول غالبية الملفات في هذه المنطقة. طبعا نتحدث عن الملفات التي كانت ساخنة، يعني لا أقول كل الملفات، لكن من الواضح لمن يتتبع أنه هناك دينامية جديدة يعني تحركت في هذه المنطقة، من ملف اليمن بعد حرب 8 سنوات إلى ملفات أخرى، وصولا إلى الملف السوري، وهو ملف يعني كان يعني يبدو معقد جدا، وبالتالي وجدنا كيف أن الأمور بدأت تتسارع باتجاه إيجابي. يعني لذلك أنا أعتقد أن المنطقة يعني تسير في اتجاه مختلف عن المسار الذي حكمها طوال 10 أو 12 سنة سابقة، تحديدا لناحية مقاربات القوى والأطراف للقضايا، يعني إحلال التفاهم مكان الخلاف، إحلال التقارب مكان الصراع. يعني وأعتقد أن هذا يعني ناجم من نقطة أساسية، وهو أن الجميع جرب خلال الفترة الماضية، جرب المواجهة، جرب الصدام، وأعتقد أن الجميع وصل إلى نتيجة أنه يكفي هذا القدر من يعني الأثمان التي دفعتها المنطقة من تقدمها، من حياة شعوبها، من مصالحها. نعم. من دورها على الساحة الدولية وعلى الساحة الإقليمية.
لذلك نحن أمام يعني تجربة أو أمام مقاربة جديدة. فيما يتعلق بحزب الله، نحن كنا دائما نردد، ولا في أي مرة من المرات نحن يعني نظرنا إلى أي طرف من الأطراف العربية على أنه عدو يعني. نعم. طبعا كنا نعلن موقفنا تجاه بعض القضايا، مثلا حرب اليمن أو غيرها من الملفات، وهذا ما كان يثير غضب بعض الأطراف. فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الخليج، بعض دول الخليج لن تنقطع العلاقة معها حتى طوال الفترة السابقة يعني. لكن في دول مثلا كالمملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية ممكن مرت العلاقة بنوع من القطيع. نعم. القطيع وربما أكثر من ذلك. اليوم أنا أعتقد، طبعا أنا ما عندي معلومات الآن حول أنه هل ثمت يعني اتصالات أو شيء، بحدود معلوماتي ما في شيء جديد، لكن في إشارات. إشارة. وأستطيع القول أن هذه إشارات إيجابية يعني. في رسائل، طبعا رسائل لا أقول رسائل رسمية، لكن رسائل تحمل ود، تحمل انطباعات إيجابية، هذا بدأ يتناهى إلى سمعنا. رسائل إيجابية. وأعتقد نعم. رسائل إيجابية تحمل الود من تحمل أطراف تحمل سعودية، تحمل نوع من نظرة إيجابية. نظرة نعم. إيجابية. أو يعني تعد بإيجابيات يصح التعبير، لكن لا أريد أن أقول أنه هناك يعني هذه رسائل تصلكم يعني إقليميا عبر الإيرانيين مثلا، فينا نحكي بهذه الطريقة مش بشكل مباشر، إيحاءات من بعيد لبعيد، فينا نقول لا فينا نقول من قريب لقريب يعني كده. أها. يعني بعض الرسائل هون محلية يعني. كتير منيح. في مجالس في تنقل يعني أحاديث ما، وهذا كله يعني ينقل بطريقة أو أخرى. فينا نحكي عن يعني مقاربة مختلفة أو نمط جديد مختلف يعني. طبعا نحن بنعتبر أنه الجديد ليس فيما يرتبط بعلاقة حزب الله بدول الخليج، الجديد فيما يرتبط بكل علاقات المنطقة بعضها ببعض يعني. اليوم نحن أمام مرحلة مفتوحة على أبواب تعاون، أبواب تفاهمات، أبواب تكامل يعني خلص أنه صفحة الماضي طويت ويجب أن تصبح خلفنا تماما. دخلنا مرحلة جديدة بقناعة خليجية، بقناعة القيادات الخليجية التامة يعني. نحن ما في عودة إلى الوراء، صار في مرحلة دخلناها جديدة. هذا الشيء. ونحن يعني أنا بقدر أقول عن أنفسنا أنه نحن يعني نثق بهذه المرحلة القادمة. وعنا يعني البعض يتحدث عن أنه ربما يكون ما جرى وما يجري هو نوع من مناورة، لا أبدا على الإطلاق، نحن هذا القصد، لدينا ثقة كبيرة. طبعا انطلاقا يعني من قراءة معمقة للأحداث التي سبقت وللنتائج التي تحققت أو للإخفاقات وكل هالأمور هيدا، أنه يبدو أن الجميع أراد أن يخرج من هذه الحفرة العميقة التي عاشتها أو مرت بها المنطقة طوال كل أكثر السنوات. أكثر من 10 سنوات. نعم. يعني على مستوى طبعا الصعيد المحلي، بأننا بنفس الجزئية الصغيرة، في تقارب مع السفير السعودي، في محاولات، في لقاءات مثلا كنا عم نسمع انه ممكن يكون في ود بين السفير السعودي والسفير الايراني، وحتى دعوات متبادله على مستوى السفير البخاري، شو عنا؟ بحسب معلوماتي طبعا انا يعني انا مسؤول علاقات دوليه وعربيه، لكن طبعا لست لهذا لست السبب انا لست القناه الوحيده، يمكن القناه الاساسيه. نعم. يمكن يكون في نوع من اتصال بطريقه اخرى ولست مطلعا عليه في هذه اللحظه يعني،
لكن بحسب معلوماتي ليس هناك أي اتصال رسمي حتى هذه اللحظة. لكن كما ذكرت لك أنه يعني إشارات الإيجابية، الإشارات الإيجابية يعني تتطاير. نعم، أيضا لناحية الإمارات العربية المتحدة ولا ما في وجه؟ تقريبا نفس الشيء يعني، وإن كان في مرحلة سابقة كانت تصل رسائل، كانت تصل رسائل يعني في يقول أنها مباشرة. مباشرة. أوكي. سيد عمار، طبعا الموقف الفرنسي أساسي في هذه الأيام، نحن عندنا استحقاق الرئاسة اللبنانية وشفنا دور للفرنسيين واهتمام بطبيعة الحال، وكان أيضا في زيارات للسفيرة الفرنسية، كان في لقاءات مع حضرتك سابقة، ما بعرف إذا صار في أشياء جديدة، واهتمام بالمشهد اللبناني. أغلبية يعني أغلب الظن عند اللبنانيين أنه هذا الاهتمام بحزب الله أساسه أمني، أنه الأمن أمني. نعم الأمن بإيدكم، بما يتعلق في عنا نحن تنقيب عن النفط، يحتاج الفرنسي لتوافق مع حزب الله، وأفضل فصيل للاتفاق معه حتى يضمن مصالحه هو حزب الله. هيدا يلي عم بتشوفوه ولا عم تلتمسوا قناعة فرنسية بأنه حزب الله هو فريق أساسي في اللعبة اللبنانية ولا يمكن الخروج عن التفاهم معه؟ يعني عنده مصلحة الفرنسي، خلينا نحكيها مثل ما هي، ولا عنده توافق، عنده لعبة سياسية طبيعية؟ خلينا نقول بالتأكيد بالنهاية هذه دول كبرى ولها مصالحها في علاقاتها سواء مع الدول أو مع القوى السياسية. العلاقة مع الفرنسيين ليست مستجدة يعني، عمرها سنوات طويلة يعني، على الأقل أنا طوال فترة عملي في العلاقات في هذا الملف، نعم، يعني التواصل مع الفرنسيين كان قائما بصورة دائمة من دون أي انقطاع يعني. مش بالضرورة أنه كنا في كل الملفات يعني متفاهمين أو متطابقين في وجهات النظر. في خلافات مثلا عندما اندلعت الأزمة في سوريا كان في تباين كبير نحن، مع ذلك كان في حرص دائم على مواصلة التواصل ومواصلة الحوار والاستماع باهتمام، يعني هن بيستمعوا لوجهة نظرنا ونحن نستمع لوجهة نظرهم. وبالتأكيد يعني بالنسبة إلنا نحن بنعتبر أنه التواصل أو العلاقة مع الفرنسيين الأساس فيها هو المصلحة الوطنية اللبنانية قبل أن نتحدث عن مصالح ثنائية يعني. بالنسبة إليهم، بالنسبة إليهم هن بينظروا هيك أصل ولا بينظروا لمصلحة؟ من وجهة نظرنا هو مصلحة لبنان. نحن نعتبر فرنسا دولة صديقة للبنان، نحن نعتبرها دولة صديقة ويمكن يعني التعاون معها من أجل يعني معالجة القضايا والملفات الشائكة والمعقدة، مثل قضية التنقيب عن الغاز والنفط. طبعا شركة توتال هي يعني الشركة الأساسية في هذا الكونسورسيوم الذي سيبدأ أعمال التنقيب. بالتأكيد هذا أمر يعني يحضر في، وإن كان ليس أساسيا يعني، نحن العمل مع الفرنسيين مش على قاعدة أنه في ملف نفطي وهذا سابق يعني. فيه ملفات عديدة يعني، مثلا الوضع في جنوب لبنان، الوضع بين يعني لبنان وإسرائيل. الفرنسيين دائما يهتمون بهذه الملفات، موضوع رئاسة الجمهورية، موضوع انفجار المرفأ عندما جاء الرئيس ماكرون زار لبنان مرتين. يعني دائما كان يكون في تواصل وتلاقي وفي حوار، وبعتقد ممكن في أمكنة معينة يعني هم أنصتوا إلى وجهة نظرنا. وفي أمكنة أخرى ممكن نحن أصغينا لأفكارهم أو آرائهم اللي كانوا يطرحوها. العلاقة تنطلق من أنه هن بيعرفوا أنه حزب الله قوة سياسية وازنة في الساحة اللبنانية،
في يقول أنهم يعني ينأون بحزب الله عن أن يكون، طبعا هنا يتهمون كثير من القوى السياسية بأنها متورطة في الفساد وغيره، وأنهم بيعتبروا وكانوا يحكوا بصراحة أنه أنتوا بعيدين كل البعد، وهذا سبب من الأسباب اللي بتخلينا يعني نتجه نحو التعاون. هذه نقطة مهمة سعادتك، الفرنسيين يعتبرون أن حزب الله بعيد عن الفساد. نعم، أنه غير متورط. حتى ولو كنتم حلفاء، حتى لو كنتم حلفاء لأي فئة لبنانية أو على أي تحالف، هن مش رابطين الأمور. أنا ما عم بتهم حدا نهائيا، ولكن الفرنسي لا يقرأ يعني بالمجمل. عم بقول شو حكيوا معنا. تمام. كيف قاربوا الموضوع؟ أنه هيدي وعدة من الأمور اللي يعني قالوا أنها يعني هي سبب في يعني حماستهم أو اندفاعهم للتعاون معنا أو التلاقي معنا ووضع اليد. إضافة أنه هن بيعتبروا أنه حزب الله يعني حزب فتي ولديه آفاق في العمل يعني. وفينا نقول أنه طبعا ليست هناك ثقة كاملة أو مطلقة تقوم بين الطرفين، لكن درنا بنينا خلال الفترة الماضية يعني الكثير من عناصر الثقة في العلاقة والتواصل بيننا وبينه. أوكي. سعادتك، هل سينسحب هذا على طبعا على دعم مباشر لمرشحكم سليمان فرنجي؟ هل تعولون أصلا أنه يكون الفرنسي قادر على البت بالملف الرئاسي اللبناني؟ أعتقد أنه في لحظة ما يعني تم تبادل الحديث هيك، يعني كأنه حصل توارد أفكار بطريقة ما حول صيغة يمكن أن يعني تلبي ما يمكن أن نعبر عنه بالتوافق اللبناني، أنه رئيس جمهورية ورئيس حكومة، سليمان فرنجية نواف سلام أو آخرين، يعني أنه سلة التفاهمات. كأنه بلحظة ما كان في نوع من توارد أفكار، وكنا على نفس الموجة هي. على موجة فرنجية. على موجة فرنجية. كنا على نفس الموجة، وبعتقد كانوا ولا يزالون على الحماس اللي هن عليه في هذا الميدان. كل الحديث عن إنه الفرنسيين يعني فتر حماس وما غيره غير صحيح، يعني هم لا يزالون حتى اللحظة يعني يسيرون على نفس الخطوات ويعملون من أجل هذا، وهنا دائما في تبادل رسائل أنه بهذه المحطة ننصح بكذا، نحن كمان إذا عندنا وجهة نظر منبلغهم إياها. في تبادل أفكار وتبادل نصائح إذا صح التعبير، أنه عملوا هيك عملوا هيك كذا من الطرفين. يعني نحن نعتقد أنه بالتعاون معهم ومع طبعا القوى المحلية، لأنه نعتبر نحن أن الاستحقاق هو الأساس، هو استحقاق داخلي يعني، ويجب علينا أن يعني كقوى لبنانية أن نعمل على أساس أن ننجز الجزء الأكبر من الاستحقاق بسعي داخلي وبتوافق همة محلية يعني، وأن نترك للأصدقاء، أصدقاء لبنان وأشقائه، أنه يعني نترك لهم الجزء البسيط الباقي للمساعدة يعني، ومن دون أن يحل الخارج محل اللبنانيين في إنجاز الاستحقاق بالنيابة عنهم. أنا أسأل هذا السؤال سعادتك لأنه سبق وزار لبنان الرئيس الفرنسي مرتين، ولم يبدو أنه اللبنانيين يعني أخذوا بعين الاعتبار. بوحدة من زياراته كان في نوع من التوبيخ للبنانيين للأفرقاء بمرحلة التغيير ومرحلة المظاهرات وحتى بمرحلة الانفجار،
بدأ اللبنانيين مش كتير أخدين بعين الاعتبار أنه الفرنسيين بيقدروا يمونوا في هذه الملفات أو يكونوا الدور الحاسم، وذهب ماكرون ولم يحصل شيء. بدي أدخل معك لأسألك عن يا الخلاف الفرنسي الأمريكي على لبنان، يا التوافق على لبنان، وأيضا سؤال آخر يتعلق بالسعودية، هل هناك خلاف سعودي أمريكي على لبنان؟ خليني بلش بالفرنسي والأمريكي على الملف اللبناني. هلا بحسب ما قالوا لنا أنه التحرك الفرنسي فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي يحظى على الأقل بقبول أمريكي، ما بدي أقول دعم وتأييد قبول، يعني هذا التحرك مقبول أمريكيا وفي قدر من التواصل والتنسيق، هذا ما أبلغنا به على الأقل. يعني أنا ما بدي أعمل اجتهادات وتحليلات، هذا شيء ما أبلغتم به بمرحلة قريبة ولا بعيدة؟ من البداية، لأنه عم تفرق من أسبوع لأسبوع الأجواء. ممكن، أنا ممكن لا أستبعد. يعني من أيمتى؟ يعني من أشهر تقريبا، من أشهر كان هذا الشيء. أوكي. حتى هذه اللحظة يعني ما أعطوا الفرنسيين أي إشارة أخرى، يعتبروا أنه ما تزال الظروف ظروف مساعدة، وتحديدا فيما يتعلق بالتواصل مع الجانب السعودي، وأنه هن يعني خصوصا في ضوء الاتصال الأخير الذي حصل بين الرئيس ماكرون بين الأمير محمد بن سلمان، أنه الفرنسيين لمسوا جدية سعودية في يعني دعم هذه المساعي. وطبعا بالنسبة للأمريكيين يعني سمعنا تصريحات أنه هن لا يضعون فيتو على أحد، ما عندهم مانع بالتعاون أو التعامل مع أي رئيس ممكن أن يتفق عليه اللبناني. بغض النظر عن أهمية هذه التصريحات أو مدلولاتها، لكن هذه هي الصورة، هذه هي الصورة. أنا لا أحاول أن أنفي وجود عقبات أو تعقيدات طبعا، يعني بالنهاية هناك ربما يكون وراء الأكمة ما وراءها كما يقال، لكن بتقديري كل هذا المناخ بيخلينا نروح باتجاه انه يعني 80% او 90% من الاستحقاق هي مهمة داخلية. مهمة داخلية، سواء لناحية وجود العقبات او العراقيل، او لناحية تأمين دفع او زخم يمكن ان يدفع باتجاه التفاهم والتوافق بين اللبنانيين. وهذا رأينا، هذا نحن كحزب الله رأينا أن هذا الاستحقاق يجب أن نتعامل معه على أنه استحقاق وطني داخلي، مهمة اللبنانيين أن يعملوا بالحوار بالتقارب بالتفاهم فيما بينهم من أجل أن يصلوا إلى يعني إنجاز هذا الاستحقاق، ومساعدة الخارج أيا كان هذا الخارج بتكون مقبولة على نحو المساعدة وليس على نحو الإملاء أو الفرض. مسألة طبعا من بين العقبات اللي عم تتحدث عنها هي الموقف المسيحي. نحن اليوم عم نشوف بوادر أو مؤشرات لتفاهم، خلينا نعتبر أنه هذا تفاهم على الاختلاف على المرشح اللي داعمينه سليمان فرنجي. أولا حزب الله أخذ بعين الاعتبار هذه يعني العقبة الأساسية محليا، خصوصا أنه الاستحقاق طبعا ماروني. ثانيا فرنسا وعلاقتها بالمسيحيين، يعني أنا كنت عم بسأل من أيمتى هذه الأجواء، لأنه العلاقة بين المسيحيين تاريخيا وفرنسا متينة. أخذت بعين الاعتبار الموقف، موقف الثنائية المسيحية بالكتل الكبرى عم بحكي، من مرشحكم، ولا هي ماضية بهذا الأمر؟ هلا خلينا نقطة نقطة. أول شيء يعني عبارة مرشحنا بتحفظ عليها. نعم. هو مرشح
الطبيعي الوزير سليمان فرنجية، كان مرشحا يعني في مرات ثلاثة، 2004 بعتقد كان مرشح. نعم. مرشح جدي، وبال 2008 أو 2009 كمان كان مرشح، 2016 كان مرشح، وكان مرشح يعني بحظوظ مرتفعة، وهذا الكل يعرف. فبالتالي نحن يعني لم الثنائي أو حزب الله ما استخرجناه من جيبتنا وطرحناه، أو ما جينا فرضنا عليه أنه أنت بدك تكون مرشحنا. هو لديه هذه القماشة، لديه هذه الرغبة، لديه هذا الاستعداد لخوض هذه المهمة أو أداء هذه المهمة. نحن عبرنا عن ثقتنا فيه، ونحن نرى في هذا الرجل من خلال تجربته، من خلال علاقتنا فيه، من خلال خبرته بالسياسي، من خلال عمله في الميدان الوطني، نعتقد أنه فيه الكثير من المواصفات التي تؤهله أن يكون رئيس للجمهورية، بما فيها أنه بالنهاية سليمان فرنجية يعني لا ينقصه شيء من المسيحية، كما أنه لا ينقصه شيء من الوطنية. سليمان فرنجية بال2016 كان أحد الأربعة اللي اجتمعوا ببكركي برعاية البطريرك، وقيل أو اتفق يعني أو تم التباني على أنه أيا من هؤلاء الأربعة يصل إلى الرئاسة فهو يمثل المسيحيين. سليمان فرنجية كان أحدهم. لذلك يعني بتحفظ على كلمة مرشحنا، لأنه عم تستعمل أنه والله حزب الله أو الثنائي يريد أن يفرض على المسيحيين، أن يملي على المسيحيين. الأمور ليست على هذا النحو على الإطلاق. نحن لسنا في موقع أن نملي على أحد، لكن بالمقابل يعني نظرية أنه هذا مرشح حزب الله ومستحيل يوصله، بدنا نعمل كل ما بوسعنا من أجل منع وصوله، كمان هذا أي منطق؟ بلش التحرك يعني معارض يعني بهذا الاتجاه اليوم. طيب شو المآخذ على سليمان فرنجية؟ ما في مآخذ، بس هو صديق لبشار الأسد وصديق لحزب الله. يعني المطلوب يكون في رئيس معادي لحزب الله ولبشار الأسد؟ يعني في حدا عم بفكر بعد بالبلد أن يعيدنا إلى سنوات داعش في العراق وداعش في سوريا والمتفجرات في لبنان؟ شو يعني في بعد بعض اللبنانيين ما عملوا يعني شو بسموه هذا ما عملوا تحديث لقراءاتهم او لرؤيتهم للمشهد الدولي والاقليمي والداخلي. نحن امام مشهد جديد، امام صورة مختلفة تماما. في ناس بعدها عايشة بالسنوات الصعبة، سنوات القتل والتفجير، وبدهن الزمن يتوقف عند هيدي اللحظة. ما بيتوقف الزمن، بالعكس، إما بيبادروا لحتى يعني يعملوا تحديث لقراءتهم للمشهد، وإما يكونوا هن يعني كما يقال أنه في ناس على موقفها من ناحية المبدأ. سيد عمار، بدي أسألك، من عم تحكي أنه شو هن يعني موانع وصول فرنجية؟ واحدة من الموانع برأي القوى المسيحية الكبرى أنه لا يمثل أكثرية مسيحية. ألم تطوقوا أنفسكم بفكرة الرئيس القوي؟ يعني وقت اللي مشينا نحن بهذا المسار مع الرئيس ميشيل عون، صار وكأنه مسلك طريق أنه لازم يكون رئيس الجمهورية قوي ويتمتع بالأكثرية النيابية. نفس الأمر موجود عند الثنائية الشيعية بموضوع الرئيس بري، وهو رئيس قوي في طائفته. هذا الطوق يلي عم بيخلي المسيحيين بيعتبروا أنه أي مرشح من خارج الأكثرية المسيحية لا يمثلهم، ضعيف. كيف رح تتعاطوا مع هذا الأمر؟ طيب خليني أنا هون أسأل سؤال. مع الإقرار والتقدير بأنه رئاسة الجمهورية بالنهاية موقع يعني
يتقلده شخصية مارونية. نعم. لكن رئاسة الجمهورية ليست موقع وطني، والموقع الأول في الجمهورية. وبالتالي ألسنا جميعا معنيين في التعامل والتعاطي مع هذا الاستحقاق، يعني وأن يكون لنا وجهة نظرنا ونبدي رأينا. نحن أبدا لم نفرض على أحد رأينا، نحن قلنا هذا موقفنا. إذا كان حتى هذا القدر ممنوع علينا يعني أن نقول نعم نحن نثق بفلان وندعم فلان، إذا حتى هذا القدر ممنوع ساعتها صار شيء تاني، يعني صارت يعني صرنا عم نحكي عن إمارات طائفية، وهذا منطق خطير، هذا منطق خطير. يعني اليوم طيب سليمان فرنجي تمثيله النيابي ضعيف كما يقول البعض، يعني هؤلاء الأشخاص اللي عم يقترح أو بعض الأسماء اللي عم يتم اقتراحها وسطيين، شو حجم تمثيلها النيابي؟ إنه المقترحين من الثنائية إنه مدعومين من الأفرقاء المسيحيين الأكثر تمثيلا. طيب خليني أسأل هون، لحد الآن الأفرقاء المسيحيين اتفقوا على أنه أن يعني يقفوا في وجه المرشح الوزير فرنجي. نعم. بس الاتفاق على رفض مرشح لا يصنع رئيس. الاتفاق على رفض مرشح ما بيصنع رئيس. خلينا نشوف اتفاق على مرشح، خلينا نشوف. نحن عندنا مرشحنا مش مرشح الثنائي بس، مرشح الثنائي وهو مدعوم من فريق وازن بالبلد، يعني ما بدي احكي بس على المستوى النيابي، كمان على المستوى الوطني. سليمان فرنجية مدعوم من فريق وازن في هذا البلد وله ثقله. طيب لحد اليوم لم نسمع في المقلب الآخر إلا أنه التلاقي على رفض ترشيح سليمان فرنجية. طيب خلينا نسمع شيء تاني، أنه اتفاق على مرشح آخر، بتاعتها بنجي بنحكي مع بعض، نقعد بنتحاور، يمكن تكون الخطوة اقتربت. جيد. إذا في شيء من هذا، إذا في شيء من هذا جيد. نحن لم نفرض. نعم في حدا يريد إنه يعمل إجواء إثارة وتحريض، إنه هيا شوفوا حزب الله بده يحتكر لنفسه الحق في تسمية رئيس الجمهورية اللي هو منصب موقع ماروني، وبالتالي يعني يريد أن يلغي دور الموارنة في اختيار الرئيس. هذا ليس صحيح على الإطلاق. تنطلق الفكرة حتى لو عدنا إلى الوراء. نعم. فيما يتعلق بانتخاب الرئيس عون بال2016، رئيس ميشيل عون، كمان نفس الكلام عم ينقال أنه حزب الله مثل ما فرض الرئيس ميشيل عون بده يفرض سليمان. مين نحن فرضنا الرئيس ميشيل عون؟ كيف فرضنا؟ نطرتوا سنتين ونص لحتى لحتى الظروف تنضج. نحن نحن الموقف، يعني هلا انا حوصل لك لشيء اخر اسمه انه وقت اللي نحن من يعني منعطل الجلسات بيكون هذا ممنوع ومخالف للدستور، بس وقت للاخرين بيهددوا بتعطيل الجلسات في حال صار عندنا أكثرية تمكننا من إيصال الوزيرة فرنجية بيصير هذا مسموح. هذه لعبة ديمقراطية، الدستور يجيز تعطيل الجلسات، هو جزء من اللعبة. كان ملفت كلام السيد نصر الله، قال أنه هذا حق. نعم. هذا كان كتير ملفت، أنتم ما بتحترموا حقنا في التعطيل، لكن بالمقابل نحن نحترم حقكم في التعطيل، لأنه هذا حق مش صلبطة هيدا. حتى ولو رحنا على الفراغ، وإلا كان الدستور نص على خلاف ذلك، أو روحوا عدلوا الدستور. نعم. لذلك مش نحن اللي فرضنا الرئيس عون على اللبنانيين، هذا كلام ليس صحيح. في ظروف نعم نحن لعبنا دور، لكن في أدوار أخرى. ليش نحن بدو؟ طبعا نحن بكل شرف وفخر أنه نحن كان إلنا مساهمة ما، لكن لسنا نحن وحدنا من يعني خاض هذا الاستحقاق ومن أدلى بدلوه في هذا. حتى القوات اللبنانية
من خلال ما عرف بتفاهم إعراب، مش كان له مساهمة؟ والرئيس سعد الحريري مش كان له مساهمة؟ بس نحن اللي فرضنا الرئيس عون. ألا تختلف الظروف أنه الرئيس عون كان عنده أكبر كتلة نيابية سعادتك؟ يعني حتى طيب. طريقة الزخم اللي أنتوا رايحين فيه حتى نشوف إذا الظروف اختلفت أو ما اختلفت، إذا الظروف مساعدة أو غير مساعدة. نعم. إذا سليمان فرنجية شخص مناسب أو شخص غير مناسب، حكينا مع بعض لحد الآن ما حدا حكي مع التاني، كله كلام هو عبارة قنوات. عن تراشق واتهامات ورمي افتراءات من هذا الطرف على ذاك الطرف. نحن ما يعني هيدا الطريقة ما بتزحزحنا عن قناعاتنا بصراحة، يعني نحن ما بنخضع للتهويل، ما بنتزحزح عن قناعاتنا. نحن عندنا حلفائنا بنحكي نحن وياهم، نتحاور نحن وياهم، منطول بالنا على بعضنا. ممكن نتفق وممكن نضل مختلفين، ما بعرف يعني إلى أين تصل الأمور. في نقطة سعادتك، أنا دائما يمكن بطرح هذه النقطة وخصوصا أنه حضرتك معني بهذا الأمر، فكرة الحوار، يعني منطق الحوار لدى حزب الله على مرشح آخر مع الآخرين، يعني مع الأفرقاء المسيحيين، هل تنطلق من نقطة أنه نحن نتحاور من أجل التوصل لتفاهم على فرنجية، ولا نتحاور على اسم آخر؟ هيدي كتير أساسية، لأنه كيف يمكن أن نتحاور إذا نحن أنه عنا بس مرشح واحد، لا اللي بده إيانا متمسكين فيه، فإذا ما في حوار. اللي بده إيانا أنه يعني نسقط خيار الوزير فرنجية كشرط للحوار، هذا كمان هذا ما بيمشي. نعم. هاي شروط مسبقة، نحن ما بنقبل بالشروط المسبقة، هون القصة هون. نعم. في إمكانية لعودة السين سين سيد عمار؟ يعني في تعويل على القمة العربية واضح، وفي انتظار من اللبنانيين هذه المرة، لأنه في لقاء سيعقد بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد. بدك هون ويحكى أنه بدك هون يقتنعوا إذا بده يصير هيك أو ما بده يصير. في ناس بعدهم مراهنين أنه سوريا لا تشارك بالقمة العربية، لا تشارك. لا بس ما إلى قبل وزير خارجية تظهر موجود. إلى قبل أربعة أيام أحد الجهابي ذا كان عم بيقول سوريا إذا حضرت تحضر كمراقب في القمة العربية. المشكلة يعني قبل ما نقول أنه فلان بيمثل أو ما بيمثل، نشوف المنطق، نشوف المنطق السائد، نشوف المنطق القائم على المبالغة والتحريض وتغطية مثل ما بيقولوا السماوات بالقبوات. من حق الناس وتحديدا ناسنا، يعني أنا بس أقول عن واحد، من حق ناسه أنه يعني يتم الحديث معهم بخطاب حقيقي، خطاب واقعي منطقي، مش خطاب المغامرات فليحكم الإخوان ومنحلق شواربنا ومنعمل ومنساوي. سليمان فرنجية قيمته الأساسية أنه في توجه إلى المسيحيين وإلى غير المسيحيين، بيحكي خطاب عاقل، خطاب وطني، خطاب بعيد عن التحريض. وإذا كان بده يدخل في يعني معمعة التحريض، يعني علي وخذ جمهور، قادر يعني يصير نفس الاتجاه وياخذ جمهور ويعمل كتلة نيابية طويلة عريضة كمان، مش مشكلة. هل بهذه الطريقة، هل بهذا الخطاب، هل بهكذا خطاب تبنى الأوطان؟ يحفظ الاستقرار، يحفظ السلم الأهلي، تحفظ الدولة. أنا قلتها مرارا وبرجع بكررها، المسؤول عن جزء كبير من الإحباط المسيحي الموجود بالبلد هو خطاب بعض القيادات المسيحية. بعض القيادات المسيحية هو المسؤول عن جزء كبير من الإحباط. نحن بعدنا بمرحلة الإحباط المسيحي ولا صار؟ يعني ما بدي أنسف مرحلة بأكملها كنتوا متفاهمين مع التيار الوطني الحر فيها،
ومن المفترض أنه يكون صار في تغيير شامل وتجذر كامل بمنطق الدولة للمسيحيين وكل هذه الأمور، ونحن عم نشهد اليوم موقف مغاير لهم، وعم نشهد اليوم إمكانية لقلب المعادلة. يمكن ما بعرف، أنا ما عم بقول أنه المسيحيين كلهم في خندق واحد في هذه مطرح الإحباط. يمكن في ناس عم بتشوفوا تحدي، يؤمنون بأنه مستقبل المسيحيين ومستقبل اللبنانيين كلهم في أن يعيشوا بعضهم مع بعض. وهذا يعني أكبر ورقة تأمين على حياتهم جميعا، مش بس المسيحيين، الجميع بدهم، هم بحاجة لضمانات ولطمأنة، وتحديدا المسيحيين. بس في ناس لا، في ناس يسلكون سبيل التحريض والتعبئة وضخ يعني الدعايات اللي لحظة تخلق نشوة عند بعض المسيحيين، ثم في لحظة تالية تخلق إحباط. الإحباط يأتي من رفع السقف، سقف التوقعات، ثم بلحظة ما وصلنا إلى طريق مسدود، الناس بتعيش الإحباط، بتبلش الهجرة، بتبلش يعني الدعوة إلى الفيدرالية والما بعرف شو. نعم، بده يكون القائد أو المسؤول يكون هادئ وصاحب رؤية يعني. في أنا بدي أرجع أسأل شوي عن المواقف العربية، يعني عن بعض المواقف الدول العربية أو الخليجية تحديدا، ولكن في نقطة النصاب. يعني يقال أنه لو كان يستطيع حزب الله إيصال مرشحه لراح، لتوجه يعني بهذا الإطار. أنه نحن عنا 86 عندكم يعني تشعرون بأنه المسألة معقدة طويلة، ما قادرين تأمنوا الأكثرية النيابية وحتى نصاب القوات اللبنانية. أنا بدي أحكي بهذه الطريقة، هل مستعدين أنتوا أنه تروحوا بنصاب تؤمنه القوات؟ هلأ طبعا دكتور جعجع ينفي نفيا قاطعا أنه يقبل بسليمان فرنجي، بس خلينا نسلم جدلا هذا الأمر، أنه خلافكم مع التيار الوطني الحر مكمل رئاسيا، ممكن تقبلوا بنصاب تؤمنه القوات اللبنانية؟ أنا بس عم بفترض بالسياسة. أول شيء ما حدا، ما في فريق يملك أكثرية، هذا المجلس معروف صار توزيعته بحيث أنه نحن بحاجة إلى بعضنا البعض. نعم. هلأ إذا كان المقصود بالنصاب يعني 86، أكيد ما في حدا بيملكه، وبالتالي علينا أن نقطع مسافات تجاه بعضنا البعض لحتى نقدر نأمنه، وبدنا مساعدة من أصدقاء خارجي. نعم. لكن إذا بتحكي بال 65 نائب، هلا أنا ما بقدر أقول سليمان فرنجية لديه، هو مؤيد من 65 نائب، بس بقدر أقول إنه سليمان فرنجية أصبح قريبا من هذا العدد. أصبح قريبا من هذا العدد. وهون فينا نسجل للمناخات التوافقية انعكاسها في الوضع الداخلي، مناخات الخارجية. إيه يعني عندما يشعر عدد معين من النواب أنه هن بطلوا مضغوطين، صاروا بيتصرفوا بأريحية، صاروا بيتصرفوا بقناعتهم، ما بحاجة يسيروا أو ينتظروا الإشارة من هنا، يعني هذا بيريح. بعتقد لا، يعني لا أقول أنه وصل لل 65 أو 60، بديش أدخل بلعبة الأرقام، لكن يعني في تقدم على هذا الصعيد. نعم، بدي أخذ بريك سيد عمار طبعا، ونتابع هذا الحوار الشيق. عودة لدبلوماسية مع مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي، أهلا وسهلا من جديد. في يعني أكثر من موفد سعادتك يتنقل في هذا البلد، وما منهم الموفد القطري، وفي حديث أنه في مسعى معين ل يعني حل الاستحقاق الرئاسي، وطبعا كان لقطر دور
ما يوما ما في هذا البلد كان عندنا اتفاق الدوحة. هل ممكن نروح لدوحة 2 مثلا بوجه اقتصادي؟ وهل صحيح أن القطريين يدعمون قائد الجيش؟ شو وصلكم من هذا المسعى من قطر؟ طبعا في علاقة ممتازة بين قطر والأمريكيين، يعني ما بعرف قديش ممكن أي دفع ممكن تربح ولم ينقطع. كما يعني قطر واحدة من الدول التي يعني أنا أشارت بالبداية أنه لم تنقطع العلاقة معهم طوال الفترة الماضية. نعم. ومفادينهم يعني كان في مفادين التقوا ببعض الإخوان عنا، وكانوا يعني يميلون إلى أنه يستمعوا أكثر مما أنه هلا يمكن معنا هيك مع غيرنا كمان. يعني طلع انطباع عام بالبلد انه يعني الموفد القطري كان ميالا الى الاستماع اكثر من هو ميال انه يحكي افكار. وانحكى انه يعني نحن على الاقل امامنا لم يجري الحديث في هذا الامر انه هن يدعمون ترشيح قائد الجيش. بالحقيقة وأنا كمان يعني عندي تواصل مع السفير القطري. الشيء الوحيد الأساسي اللي يعني بنقدر نقول أنه يعني مطروح على الطاولة أنه قطر تقف إلى جانب لبنان، وهي يعني تريد أن تساعد، وفينا نقول أنه هي يعني تميل إلى أن تسأل كيف ما هي الطريقة التي يمكننا أن نساعد فيها هذا. أما أنه مثلا عندهم برنامج لدوحة 2 أو كذا، لم يعرض هذا أمام، لم يعرض ولا أي مرشح من ولا دعم لمرشح لم معين، لم يجري أو محاولة تصويت الحديث أمامنا. يعني هلأ نقل ورينا أنه هم يعني يدعمون قائد الجيش وكذا، لكن قدامنا ما انطرح هذا الموضوع. سيد عمار، هل ممكن للعبة المحلية اللبنانية أنه فعلا تصد المتغيرات الإقليمية؟ يعني هيدي مثل حلم للبنانيين أنه نوصل للبنانة الاستحقاق شي يوم أو يوما ما. ممكن هذه التعقيدات الموجودة اليوم حاليا بالداخل تمنع عن لبنان التسويات فعلا وتؤجل هذه التسويات؟ في تفاؤل قريب ممكن يكون مثلا بحسيران، هيدا طبعا مجرد أحاديث نحن بنسمعها، ولكن في تعويل أنه التسويات الخارجية أكيد لبنان بده يمشي تحت مظلتها. هل ممكن أن نشهد للمرة الأولى إيقاف لهذه الرياح؟ أو الداخل ما بيقدر من الداخل؟ أو الداخل ما بيقدر؟ أنا يعني الداخل يعني عليه أن يعمل للإسراع في إنجاز الاستحقاق، أسوة أو مراعاة للوضع المعيشي والاقتصادي الصعب، ومراعاة لبعض الاستحقاقات الداهمة والآتية. بدنا نأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور، لذلك بدنا نسرع. وأنا موافق أنه ليس لدينا كلبنانيين ترف الوقت إذا بده الداخل أو بعض الداخل يلعب لعبة العرقلة والتعطيل وتقطيع الوقت إلى ما شاء الله. يعني ممكن، لكن هذا ما يعني شو حتكون نتيجته؟ ممكن ندخل بفراغ طويل مثلا؟ إن شاء الله لا، إن شاء الله لا، يعني لا نتمنى هذا الشيء، وليس هناك مصلحة لأحد في هذا الشيء. وبالنهاية سنعود إلى نفس النتيجة، سنعود إلى نفس النتيجة. بعتقد بظل هاي الظروف الحالية، ظروف مساعدة. أنا ما عم بقول إنه نتائج تفاهمات الإقليم تنعكس في الداخل، لكن عم بقول إنه المناخات التي تولدت نستغلها، تولدت يعني لازم نحن نستفيد منها ونتحرك بالاتجاه اللي يخلينا
يعني نتغلب على العقبات وبالتالي نذهب إلى إنجاز الاستحقاق، لأنه بالنهاية انتخاب الرئيس ليس سوى الخطوة الأولى. أنه على طريق الحل انتخاب الرئيس ليس سوى الخطوة الأولى، وبعدين عنا ورش طويل ومهمات كثيرة. في أيضا بدي روح شوي على موضوع النزوح، لأنه حزب الله يتهم، نحن عنا أفريقا طبعا في هذا البلد خصوم لكم، ويتهمونكم ببعض التجاوزات اللي بتتعلق بالنزوح السوري مثل القوات اللبنانية مثلا. في مين بيعتبر أنه حزب الله موجود ببعض القرى والمناطق السورية وهو يمنع عودة النازحين، وهناك خوف من تصفيتهم. عم بحكي أحد يعني مواقف نواب القوات. هلا على كل حال، إذا بدنا نحكي عن ملف النزوح السوري، نحن بنعتبر أنه الأوضاع الميدانية والأوضاع السياسية تطورت بالشكل اللي فينا نقول بأنه صار في عنا فرصة للعمل من أجل حل هذا الملف نحن كلبناني. هلأ بداية، إذا بدنا نضع قدم على طريق معالجة هذا الملف، بدنا نروح نحكي مع الجهة المعنية، يعني مع الدولة السورية. حتى هذه اللحظة، رغم أنه اجتماع وزراء المالية والاقتصاد العرب، يعني الاجتماع الأخير في القمة، نتفاجأ أنه يعني نعمل عرس وترحيب بسوريا وعودتها، ونحن بعدنا يعني مستحيين. من مين مستحيين؟ طيب ما نحن كلبنانيين كنا ناطرين أشقائنا العرب ليعملوا خطوة باتجاه سوريا. لبنان أو العرب عملوا هاي الخطوة، ماذا ينقصنا كلبنانيين؟ في نقطة العقوبات الأمريكية، نحن نكابر. نبعث، مع احترامي وتقديري للعميد الياس البيسري صديقنا، نعم، نبعثه على الشام نكلفه، وهو يعني بالمهام المسندة له هو جدير، وقبله اللي وقع عباس إبراهيم، نعم. طيب ومنبعث بخجل هيك وزير مختص، يعني منتابع الشق التقني أو الشق الأمني. طيب هذا موضوع بده ينحكى قيادي لقيادي، دولة لدولة، حكومة لحكومة. يعني اليوم سوريا تشعر أنها استطاعت أن تصمد وأن تسقط كل المؤامرات التي حيكت ضدها. ما بقى حدا بيقدر يحكي معها بطريقة أنه يعني أنه أنتم مش قاريين، لا. لذلك شو بينقصنا نحن كلبنانية، كحكومة لبنانية، كرئيس حكومة، شو بينقصه يحمل حاله ويطلع على سوريا؟ النقطة هي العقوبات الأمريكية. هاي خطوة سعادتك، لأنه نحكي عن هذا الموضوع. ثانياً، نحن كلبنانيين بدنا نوحد الموقف. هاو السوريين اللي عم ينقال أنه بخافوا يرجعوا على بلدهم لأنه حزب الله موجود، أولاً نحن لسنا موجودين في القرى والمدن، نحن لسنا موجودين. بيقدروا يبعثوا إعلام ويبعثوا ويتأكدوا، إعلام محايد مش ضروري. من اليوم بعلبك الهرمل على سبيل المثال، منطقة تعتبر منطقة حاضنة لحزب الله، نعم، فيها من السوري من النازحين السوريين أكثر مما فيها من اللبنانيين. لو كانوا السوريين بيشعروا بالخوف من حزب الله كانوا ما بيقعدوا بهي المنطقة. ضاحية الجنوبية، الجنوب وكذا، هذا كلام يعني هيدي فرقعة ما بتفيد ولا بتعني. في حدا بده يرمي التهمة على الآخرين، لأنه البعض في لبنان، وهذا يعني بعتقد ذاكرة اللبنانيين ليست ضعيفة، بحيث إنه قصة صارت من كم سنة ننساها بهالسرعة، يعني عمرها سنوات. نحن بنعرف كيف انفتحت الأبواب، وبنعرف كيف كانت الناس تطلع لتتضامن مش مع أهل عرسال، لتتضامن مع جبهة النصرة بعرسال، هذا معروف.
جبهة النصرة واللي قتلت عناصر الجيش وقوى الأمن وخطفت عدد منهم، كان في حدا يطلع من لب من من مناطق لبنانية وسياديين يطلعوا يعملوا تضامن. طيب تفضلوا هلا اطلعوا تضامنوا مع أهل عرسال، تفضلوا هلا أهل عرسال عم بيعانوا، عم بيعانوا الأمرين. أنا مش بصدد وأنا ضد التحريض يعني التحريض العنصري، بالنهاية هؤلاء ناس وجدوا في هذه الظروف رغم إرادتهم. أكيد النازح السوري بغض النظر عن انتمائه، النازح السوري ليس موجودا في لبنان بملء إرادته. هلأ يمكن أنه في حدا عم بشجعهم على البقاء، في حدا عم يرشيهم، في حدا عم يدفع لهم ليبقوا، في حدا عم بيحرضهم أنه ما عم بيخوفهم أنه ما تطلعوا لأنه قد ينتظركم ما بعرف شو. لكن هيدي المؤامرة على اللبنانيين والشعب اللبناني وعلى السوريين يجب أن تنتهي، بدءا من الحديث والتواصل مع الحكومة السورية، مرورا بأنه بدنا نحكي بلغة واحدة مع المجتمع الدولي، بدنا نحكي بلغة واحدة وبلغة حاسمة مع هذا المجتمع. ولا نقبل مساومات، وما بنقبل اليوم أي تصريح. أنا يعني بتردد علي سفراء الدول الأوروبية معظمهم بيجوا عم بيشكوا أنه المسؤول الفلاني خطابه عنصري. خي نحن ضد الخطاب العنصري، لا نقبل بأي خطاب عنصري موجه للنازحين. بس كمان أنتم بدكم تفهمونا أيها المجتمع الدولي، بدكم تفهمونا أنه هذا النزوح أصبح عبء أكبر بكتير من طاقة لبنان على التحمل، انه شو ناطرين يعني. ولا اخر شيء خلي يعني كما فعل غيرنا يعني نترك الفرصه انه هود الناس تروح بالمراكب تروح الى اوروبا. يمكن المشكله انه انفتحت ملفات اخرى في اوروبا وصار الموضوع اصعب واصعب، يعني بوجود المساله الاوكرانيه وموضوع النزوح، انه الاوروبيين يقبلوا بانه يظهروا من هذا البلد. يعني للأسف نحن حاطين فيتو المجتمع الدولي، يعني كل ما عم تتعقد الأمور حاطين فيتو على عودة السوري. بالتأكيد لبنان هو خارج الحسابات، لكن لبنان هو من يتلقى التبعات التداعيات، وهذا أمر يعني غير محمول حقيقة. أشكرك جدا السيد عمار الموسوي مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله لوجودك معنا ولصراحتك هذه الليلة أغنيت هذه الحلقة. شكرا لك. مشاهدينا ابقوا معنا، نستقبل في القسم الثاني النواب فيصل الصايغ وجيمي جابور.